مبروك. الله يبارك في عمرك. اهلين وسهلين. يعطيك الف عافيه. اهلين. يا الله. ملبوس الهنا ان شاء الله. الله يهنيك بعمرك. قديش رح حسابك؟ 325 ليرة بس. على عيني وراسي. بسم الله. تفضل. الله يزيد فضلك، يعوض عليك. يا وعليك ان شاء الله بأكثر. بس بدي اسألك سؤال. تفضل اخي. يا ترى هالقماش على الغسيل بكش؟ ممكن جدا اخي. شلون ممكن جدا؟ ليش ما قلت لي قبل ما نقص الثوب؟ انا ما عم اكد لك انه بكش، بس اذا انغسل بمي سخنه وعم تبقبي. ايوه. وانغلى اكثر من اللازم فممكن انه يكش. فهمت عليك، يعني اذا غسلناه مي سخنه العاده ما بكش. ممكن جدا. طيب شكرا اخي. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. تفضل يا ابني. يا الله. السلام عليكم. توفيق. نعم بابا. نزل لي توب الحرير من عسيفة الجوانية الله يرضى عليك. بس التوب القديم لسه ما خلص، في أكثر من 25 دراع. معلش بابا نزله. يعني معقول نبيع منه اليوم أكثر من 25 دراع؟ ممكن جدا بابا. حاضر بابا. العافية جار. أهلين بالجار. أهلين أبو شلهوب. بالمأهل يا أبو توفيق. شلون الشغل معك؟ الله مفوضة، نعمة كريم. ما شاء الله كان. دكانتك ما عم تهدى، وهالزباين عم تخدق عليك خدق. أخي كله من رب العالمين، الشغل شغله وشغله عجيب. بتصدق اني عيرت لك الساعة حتى شوف كم زبون بيفوت عليك بالنهار؟ ايه، وشو طلع معك؟ يا سيدي كل 10 دقايق عندك زبون جديد. لا تقول حسيدة وضيقة عين، لا ما في شي من هذا منوب. بس النكتة انا قاعد عم اخص عجول وجنابك عم تقص عملة من هالبشر. اخي الشغل شغله وشغله عجيب. ايه بس اكيد في سر بالمسألة. بجوز انت عم تغلي الاسعار على الناس شوية. تجارة اخي، تجارة، هاي تجارة. ما منقول لا يا ابو شلهوب، بس الربح بالمعقول. يا سيدي يلي بده يشتري اهلا وسهلا ومرحبا، ويلي ما بده بلا عمره ان شاء الله ما يشتري. ليش لا؟ الرزقة ربانية والشغل شغله. رح تهلكني بهالممكن جدا تبعك، ما كنت تغيري هالاسطوانة؟ وبايش مضايقتك ابو شلهوب؟ مو مضايقتني بشي، بس مو حلوة من شانك، من شان سمعتك. بعدين العالم تفتكرك مهزوز او مختل لا سمح الله، مثل هدول اللي بيدوروا بالطرقات يا عصفور يا عصفور وشالحة ودورها. ممكن جدا. اوف القعدة صايرة معك بتضيق الاخلاق. يلا اللي ممكن جدا. ممكن جدا. ايه بإذنك لكان، رايح لدكانتي انا. يعطيك العافية يا اخي. الله يعافيك. اهلين وسهلين خانوم، ميت مرحبا. دلوني عليك جماعة وقال عندك بضايع شي حلو كتير. ممكن جدا، أنا بالخدمة، أمري خانو. إذا ممكن بدي هالكم غرض. بدي 4 تدرع ساتان أصفار و6 كتان أخضر و3.25 بازان مهدي ودراعين منضل المخدات، وبدي 12 دراع شاش خرج منسترة الحاف على رئيسي منيح، و3 دروع جورجيت أسود شفاف، و8 دروع أطلس أزرق مشان تأميع المخدات. على عيني وراسي يا خانو، حلت البركة يا توفيق. نعم بابا. الله يرضى عليك، شوف المدام شو بدها وخليها تختار الألوان بنفسها. يلا بابا. قهوة بابا.
يسلموا دياتك. تفضلي مدام، نصيبك. سيبك القهوه، اهلا وسهلا. وقتها يسلموا ايديك. اهلا، شرفتي. حماك بتحبني. تفضلي تفضلي خانوم. بسم الله. مارينا خانوم. يا محسنين حسنا لله حسنا زينة ترفع بلاوي كثيرة. ايه بابا في عطينا عمو لك مو نادنا. الله يجبر في خاطرك. حسنا لله يا محسنين حسنا لله. هات جورجيت اسود شوفي منيح، وهي الستان اصفر وكتان اخضر. بابا شو صار معك؟ خلصت؟ يلا بابا حضرتهم انا، بس بابا انا مضطر اروح. تسمح لي جاي رفيقي محدين لعندي. ايه طيب ممكن جدا. انا ببيع الخانو. الله معك، تيسر بابا. السلام عليكم. مع السلامة. انا بالخدمة خانو. وين الورقة؟ سلام. لك في جنن يا سعد، وشي في جنة؟ بشهريتي كلها ما بطالع قد ما بطالع ابو توفيق بيومه. شو السر يا بي؟ شو بيعرفني؟ طيب ليش ما بتعمل مثله؟ وبتبيع قماش مثل القماش اللي عنده؟ ولك على علمك ما عملتها. قلبت محلي من بيع البطانيات لبيع القماش، وشو كانت النتيجة؟ ما بعرف. نفس الشيء، ما عم يوقف على محل الدومري. طيب ليش ما ضربت عليه بالسعر وزاحمته؟ ولك زاحمت وضاربت ونافست وبعت بأرخص منه. نفس النغمة، محله عليه عجقة مثل النحل على الشهد، ومحلي عم يصفر صفر مثل الخرابة. بعد بالتقسيط، بالدين، بالعفاريت، ما في خواص. النحس ملازمني. يخرب بيته، شو محظوظ. فعلا محظوظ. لا وكنا بقول له لك شو قصتك يا ابو توفيق؟ بيقول لي الشغل شغله، شغله عجيب، ممكن جدا، ضراب السخن. شو قاعد عم تعمل هون انت؟ قوم لاقي لك شغله. قوم. حاضر يا بي. تفضلي مدام. ملبوس الهنا ان شاء الله. الله يهنيك ويسلموا هالايدين. الله يسلمك. سبنا يا هون. 4555 ليره قانو. مو كثير هي. ممكن جدا، بس صدقيني ما ربحت الا بالمعقول انا. خوش مدحولي منك ومن اسعارك والله. الله يخليكي يا خانوم يسلمك. واحد يحكي ضميره يعني. يعني الله يعطينا حسب النوايا يا خانوم. امين يا سيدي امين. وين المصاري؟ بايدي انا حطيتهم بالجزنة. دوري منيح خانوم. انت دوري واستهدي بالله. عم ادور شو عم اساوي لكان. يعني وين بدهم يكونوا راحوا؟ ليكون واعين منك بالطريق لا سمح الله. لا مو واعين مني ابدا. انا انتوا بالله على هالفصل وين ممكن يروحوا يعني؟ ليكون حدا ناشلهم منك. كنت حسيت عليه اصلا لاني انا كامشه شنتايتي بايدي. قعدت لي حمى على هالفصل. لا لا تعملي علينا افلام وتفوتي فينا عبر بخنوص. البضاعة ما بتطلع من المحل اذا ما دفعتي حقها. لا يا ابو شلهوب، ليش هيك عم تحكي؟ شو هاد؟ عدم المؤاخذة يا ابو توفيق، هالاصناف بعرفها انا هي. وحد ربك يا رجل، وحد ربك. اعمل معروف بلا حكي ما له طعمة. ابو توفيق اذا بتريد البضاعة عندك وانا ما رح اخذ ولا غراض لحتى اجيب لك المصاري. اختي انت خدي الاغراض وتيسري، وامتى ما صح لك مشوار حتى تدفعي حق الاغراض مو مشكله، ابقي تعي. اصطفيل بتضلك على نياتك ابو شلهوب. بس اعطيه اسمك يا خانوم بيكون افضل. هلا ما رح تسمعنا يا ابو شلهوب؟ اصطفيل شو دخلني انا؟ لا المال مالي ولا الرزق رزقي. خدي الاغراض يا اختي. اعوذ بالله، كيف بدي اخذهم؟ انت ما بتعرفني ولا بعرفك. اعوذ بالله، لا يمكن اخذهم انا. ايه لا يمكن تاخذهم. ابو شلهوب مو مشكله اختي، مو مشكله. كتر خيرك. معلش خذي الاغراض وتيسري انت. اعمل معروف ابو توفيق، خلي هالخاتم عندك، واذا ما رجعت بهاليومين تصرف انت. اعوذ بالله، انا لا يمكن اتعامل برهونات ابدا،
خدي الاغراض وتيسري اختي، انا مطمن لك تمام. خد اسمها، اسمع مني. لا ابو شلهوب، ما بدي اخذ شيء. المعاملة مع رب العالمين والناس خير وبركة. أبو توفيق، أنا ما بيطمن بالي وفكري إلا إذا أخذت الخاتم. طيب خانو، إذا هالشي بريحك أنا ما عندي مانع. كتر خيرك. تفضلي أختي، ملبوس الهنا إن شاء الله. الله يهنيك إلهي. خاطرك أبو توفيق. مع السلامة مهون إن شاء الله. جمال الله يا محسنين، اتكال على الله. الله يشبرك يلي بتشبر يا رب. تعا اخي تعا، تفضل ادعي لنا. الله يبحبح برزقك ويشبرك يا رب. الله يرضى عليك. جمال الله يا محسنين. شلون تعطيه هيك 100 ليرة؟ شو جنيت؟ هدول قومة ارزال وسرسرية، الواحد منهم بيملك بنايات وقصور وبيدور بيشحد. وحد ربك يا ابو شلهوب، وحد ربك. هذا زلمه درويش يا دوب يطالع لقمه يومه. ما بعرف شو تركيبتك انت، فعلا تركيبتك عجيبه. ممكن جدا، سبحان مقسم الارزاق، الشغل شغله وشغله عجيب. يا ريتني انا طالع بدكانتي باليوم ربع يلي بيطالعه واحدون. لك حاجه تندب حظك ابو شلهوب، كله بإيده، لا بيدي ولا بيدك. بيرفع بيخفض، بعز بزل، بيغني بيفقر، الشغل شغله وشغله عجيب. على كل حال دوب يلحق الصلاة بالجامع يا مهون. يا الله. قلبي بقولت الشغل شغله وممكن جدا وما في شي مستحيل وكل شي بيصير. بقى أنا بدي أخذ هالخاتم، مو بقصد السرقة، لا بدي كبه بالنهر لأشوف شلون بده يتصرف. ولك من غيظي وقهري روح قلبي شوفه على الخازوق لهالبخيل. مال الله يا محسنين، الله بيشبر يلي بيشبر. تعال تعال تعال. شو في معلم؟ هديك الساعة عطيناك 100 ليرة لأنه ما كان معنا فراطة. إيه شو المعنى؟ هات أعطيني 95 وخلي 5 ورقات إلك. بس أنا هات عطوس ال 95 سيف ينجر رقبتك نجر. ما في معي. إيه هات ال 100 ليرة، خود هاي 5 ورقات. ها دعي لنا. مرحبا يا بي. أهلين، خود خود هاي 100 ليرة. إيما هي من حسابك معي، أنت أحق وأولى فيها. برجع. أنت وفيق. أهلين أهلين أبو توفيق. انت جيت؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. اهلين. حطي لي عشاء، حاكم خورت من الجوع. مو على عيني. شو وينه توفيق؟ ليش ما رجع على الشغل؟ متسطح فوق. خير في شيء؟ المسكين اجا خبر انه خطيبته سيهان تركته وخطبت لواحد ثاني، وامبارح كان كتب كتابه. ايه الشغل شغله وشغله عجيب.
لا وحذير لمين انخطبت؟ لمين؟ لأعز رفقاته لمحدين صور. ممكن جدا. وينه هلا؟ فوق نادي لك إله ولا تطلع أنت لعنده؟ ناديه قلي له أبوك عاوزك. حاضر. مرحبا سعدو. أهلين يا بي. حدا سأل عني شي؟ لا. بعد شي بغيابي؟ منين يا حسرة؟ معروفة مثل العادة. سوي لك شاي يا بي؟ هذا اللي شاطر فيه الشاي. تضرب انت والشاي. قوم لاقي لك شغلة. قوم قوم. مو معقول يا بابا، مو معقول ابنه سهام يلي صار لي أنا وياها أكثر من سنة وما بقينا غير شهر لكتب الكتاب تتركني. ليش ما عم بفهم؟ يخرب بيتها مثل الحية بتقرص وبتخبي راسها. أصلاً أنا من الأول ما حبيتها. لا ولمين انخطبت؟ لمح الدين؟ تصور بابا، أعز رفيق عندي، صاحبة حارة ورفقة عمر والنوم والأم والروحات والجيات سوا والسيارين سوا. إيه يا حيف عليك يا مح الدين، شو طلعت قليل الأصل؟ لا ودائما بيقول لي سهام مثل اختي وعز. يا سلام شو لابقين لبعض. تاري عم يحفر تحت منك مثل الخلد هالسهيان. بقى معقول بابا؟ ممكن يصير هالشي؟ عقلي ما عم يتحمل. ممكن جدا بابا، مشان الله داخلي. ابو توفيق اتركه بهمه لهالولد وبلالك هالالفاظ. ها لسه هو طالع خلقه ورح يطير عقله من راسه وانت ما في الا ممكن جدا وممكن بطيخ مبسمر. فهمنا؟ 100 مرة قلت لها غيرها هالكلمة بقى، صرت مسخرة بالحارة. عرفان هالشي؟ ممكن جدا. حتى انا صاروا يقولوا لي بالحارة رمزية ممكن جدا. مو حلوة ابو توفيق، مشان جاهك انت زلمة مقدر، مالك حشنش؟ يا ام توفيق، هالكلمة هي أساس فلسفتي بهالدنيا وخلاصة تجاربي مبنية عليها. إجت الثقافة للنص. أم توفيق، ساوي لنا كاسة ليموناضة حتى يصحى فيها راس الصبي ومسحي لي وشك بالرحمن. إيه بابا، اسمعني منيح وفهم كلامي. بابا يلي صار معك شغلة عادية ممكن تحدث، بس الإنسان دائما بحب يشوف الأمور ماشية لصالحه وبيكره يشوفها ماشية بعكس ما بيريد. بس يلي مجنني بابا أني متأكد من حب سهام إلي. لك بابا فهمني منيح، أنا كنت بزماني قبل ما أخطب أمك وأتجوزها كنت حابب وحدة بنت، وكانت هالبنت تحبني حب جنوني، وكانوا الناس يضربوا فينا المثل بالإخلاص والمحبة، وكان يبقى لي رفيقين، واحد غني والتاني فقير، وما كنا نتفارق عن بعضنا لا ليل ولا نهار. يعني إذا شافوني الناس لحالي يسألوني وين جناحاتك؟ فرحنا سوا، بسطنا سوا، نهرنا سوا، ذكرياتنا سوا، يعني مثل رفيقك مح الدين تماما. وكان طالع لي ورثة كبيرة من عمتي اخت ابي الله يرحمها بتركيا، والحبيبة عندها علم بهالموضوع، وكان لازم روح انا بنفسي حتى صفي التركي بتركيا. بس الحقيقة موضوع السفر زعجني كتير. ليش؟ لأني ما كنت أقدر أبعد عن الحبيبة ولا لحظة، ويمكن سفرتي الطول كتير. إيه وشو عملت؟ عملت وكالة لرفيقي الأولاني حتى يقبض لي الورثة. الفقير ولا الغني؟ لا الفقير. المهم سافر الزلمة وطالت غيبته شهرين، ثلاثة، خمسة، غلي قلبي، لعب الفار بعبي، لحقته لتركيا. تاري المنظوم قبض المصاري من تركيا وهرب فيهم لبلاد برا.
رجعت أنا لبلدي حزين يائس مصدوم، فلقيت رفيقي الغني متجوز الخطيبة يلي دريت إني فقير ومعتر وأندبوري، فقررت انسحاب. معقول؟ ممكن هالشي يصير؟ مستحيل؟ وأنا كمان صرخت بأعلى صوتي وقلت مستحيل، لا يمكن هالشي يصير. غريب، هي أول مرة بتحكي لي القصة. بابا كل شي بوقته حلو. بس بابا وضعي أنا مختلف. لا تقول هالشغلة ما بتصير معي بتصير مع غيري. بابا أنت من الناس، ويلي بينطبق على الناس بينطبق عليك. بزمانه كان في تاجر ملياردير، وكانت الدولة لما تحس بعجز بميزانيتها تتدين منه، وإله فنادق وبواخر ومطاعم بكل أنحاء الدنيا. لكن بليلة ما فيها ضوء قمر راحوا مصاري، وصفي مثل صبي الحمام، إيد من ورا وإيد من قدام. بس الأموال يلي بابا، ما في شي ثابت، ما في شي بدون شغل، شغله وشغله عجيب. العثمانيين بزمانهم حكمونا 400 سنة، طلعوا بيروحنا، يروح والي مجنون يجي والي مهستير. وكانت الناس تقول ما ممكن أبدا لهالدولة الجبارة إنه تنهار، لكن ممكن جدا. على غفلة قامت الحرب وطلعت تركيا من هاللعبة مدحورة منكسرة. حاكم عالمي مات واندفن مثل العظماء والأباطرة، وطلعت الكرة الأرضية بجنازته. بعد سنتين بابا، بعد سنتين نبشوا قبره وقطعوا راسه وعلقوه على باب البرلمان بتهمة الخيانة العظمى، بعد ما كانوا عادينه من الوطنيين الأخيار. امبراطور ظالي، الصولجان بإيده، والصحة والعافية ملك يمينه، والشعب كان يقول ما ممكن أبدا لهالحاكم أو لهالكابوس أنه ينزاع عن صدرنا قبل 50 سنة على القليلة، لكن ممكن جدا. وهو نايم بابا، أرسطو دبانة سامة راع فيها وتخلصت الناس من شروره. سامعني بابا، ما في شيء مستحيل. ممكن ترخص البيوت والسيارات، ممكن جدا. ممكن الصحراء يلي كلها عقارب وحيايا تصير أنهار ونوافير وشلالات، ممكن جدا. ممكن العرب يلي كانوا حاكمين العالم يرجعوا يسودوا العالم ويحكموه من جديد بعد تمزقهم وتفرقهم وضياعهم وتشتتهم. ممكن جدا. بابا، أنا طولت معك الحديث قصداً حتى هون عليك مصيبتك. لا تقول بابا بيقعد على هط الراحة مثل قفة الهم وما بيفهم شي. لا تخاف علي، كل شي بفهمه. صحيح ما معي شهادات، لكن الحياة علمتني وعرفت كيف أتعايش معها. الله يخلينا ياك يا أبي ويطولنا عمرك. فعلا شرح صدري وبانت مشكلتي قدام عيوني صغيرة كتير وسخيفة. بابا، مشان تحكم على المستقبل والحاضر كمان، دروس الماضي تعمق فيه. انت لساتك صغير وجرحك طري، ومنيح يلي صار معك هيك، لانه خطيبتك لو تجوزتك كانت تعبتك طول عمرك. مظبوط بابا؟ لا لا، ممكن جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل تشرف. شكراً. اللي أحتاجه مو عندك؟ لا لا، كل شيء عندنا، بضاعة مليان المحل. تشرف. لا أنا شفت المحل ما في حاجة عندك. شو بتريد أنت؟ شو طلبك؟ عندك شمو؟ لا والله للأسف ما في. عندك عبايات نسائية؟ لا بالله. طب عندك إشربات؟ لا. كلف؟ ما في.
طب ممكن ألقى عن جارك؟ أنت أبو توفيق؟ ممكن جدا. شكرا جدا. السلام عليكم. مع السلامة. يا هلا أهلا وسهلا بالشباب. لا تأخذوني، نطرتكم بس أوامركم. بدي دانتيل أسود وقتان أخضر. إيه على عيوني وراسي، تكرموا بابا. نعم بابا. عاوزك إذا بتريد. طيب الإذن شباب، الإذن. أمي عاوزتك بالبيت ضروري. إمتى بابا؟ هلا بابا. ما قلت لك شو بدها؟ لا ما قلت لي، بس قلت لي إنه للبابا عاوزته أنا. طيب خدوم الشباب وشوف شو بدهم. حاضر بابا. بالإذن. الله معك بابا. دانتيل اسود وكتان اخضر. هي تكرم عينك. ام توفيق. نعم. جيت؟ خير، شو القصة؟ شغلتي لي بالي. بتعرف شو لقيت بقلب السمكة وانا عم نظفها؟ شو لقيتي؟ لقيت الخاتم. ممكن جدا. سبحانك يا ربي، شو شغلك عجيب. ما اجى على قياس اصباطي يا ابو توفيق، شو رح تعمل فيه؟ بعدين بقلك. يعني رح تبيعه؟ بعدين رح فهمك. يلا خاطرك. الله الله معك. لا تطول على الغدا، جاي اختي لعنا. ها ايه على عيني وراسي، ما بطول. الله معك. مرحبا جار. أهلين جار. تعرف مين طلع من الحبس اليوم؟ مين؟ مصطفى الناعوسة. حزير مع مين كان محبوس تاري؟ نياله على هالحبس، نياله ما أحلاه. مع مين كان محبوس؟ حطوه هو والوزير فرد قاوش. معلوم يا عمي، العز للرز. الحبس مع الوزراء غير طعمة. لك يا أبو شلهوب، حتى على الحبس عم تحزنه المسكين؟ بالعكس، ريته يتهنى بهالحبسة ويطعم لك المشتهي. ما بترجع عن نهفك يا أبو شلهوب، لك حتى على الحبس في حسيدة. أهلين أختي. يا ميت مرحبا. كيفك أبو توفيق؟ يا ميت مرحبا. أهلين وسهلين ومرحبتين. إن شاء الله عجبوك الأمايش، طمنيني. الله يبارك لك إلهي، حلوين كتير. تتهني فيهم إن شاء الله. الله يهنيك، كلك ذوق. وهي المبلغ. يسلموا هديات. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي اختي، هي الخمسة وخمسين ليرة خصمت لك ياهن من عندي. شكرا. عفوا يا اختي. وتفضلي، هي الخاتم. مو خاتمك هان؟ بلا، هي حرف اسمي وتاريخ زواجي. يسلموا ايديك يا ابو توفيق، عذبتك معي انا. ولو يا مدام، عذابك راح حلت علينا البركه. سلام عليك. وعليك السلام. الله معك. اذا بتريدي ممكن نشوفه الخاتم شوي. خير، ليش؟ اذا بتريدي. تفضلي. الشكر إليك. شو طلع معك؟ ابدا، سلامتك. الله يسلمك. مع السلامه. خاطرك ابو توفيق. الله معك. مع السلامه. شرفتي يا مدام. توفيق. نعم. بدي اسألك سؤال إذا بتريد. تفضل أخي. هذا الخاتم تبع الخانم، مو هو خاتمها يلي أعطتك إياه؟ طبعا لكان خاتمي. أعوذ بالله، أنا عقلي من راسي لح يملوص، مو معقولة. ممكن جدا يملوص، بس ليش؟ يا أخي أنا أخذت الخاتم المطرح ما علقته بالمسمار ورحت زتيته بالنهر بعد ما رحت على الصلاة. أنت وشو هالحكي؟ وليش هيك عملت يا أبو شلهوب؟
من غيرتي منك، من توفيقك ونجاحك ورزقك بهالدنيا، حبيت ورطك وضرك وآزيك. يلعن الشيطان وساعته. هيك لكان؟ وشلون كانت النتيجة؟ ايه أنو نتيجة هي؟ معقول يرجع الخاتم لمطرحه وأنا يلي زتيته بإيدي بالنهار؟ ما قلت لك الشغل شغله وشغله عجيب؟ ممكن جداً.